تسجيلي على منحة قادة الغد للدراسة في الجامعة الأمريكية بمصر ولبنان، نكتب اسم المنحة على محرك البحث بجوجل، ومن الصفحة الرئيسية ننقر على خيار البكالوريوس. من هذه الصفحة ننقر على زر تسجيل حساب جديد، ومن ثم نعبئ البيانات المطلوبة من أجل إنشاء حسابنا الخاص وتأكيد التسجيل عبر الإيميل، وبعدها نعود إلى الصفحة الأولى ونسجل الدخول ببريدنا الإلكتروني. سنلاحظ في هذه الصفحة أن التقديم على المنحة يمر ب13 خطوة، ومن هنا يمكن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمرحلة الثانوية العامة. في الخطوة الثانية سنجد امتحاناً في اللغة الإنجليزية بشكل مجاني عبر الإنترنت. في الخطوة الثالثة نعبئ بياناتنا الشخصية بشكل صحيح، ثم ننتقل إلى الخطوة الرابعة، وفيها يتم اختيار البرنامج والتخصص والجامعات. في الخطوة الخامسة يسأل موقع المنحة عن معلومات أي قريب لك مسجل حالياً أو متخرج من المنحة. في الخطوة التالية نرفق البيانات الخاصة بمرحلة الثانوية العامة بشكل صحيح. في الخطوة السابعة نرفق جميع الوثائق الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى شهادة إجادة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS. في الخطوة الثامنة نضيف المعلومات المتعلقة بأهم الأنشطة التي قمنا بها في خدمة المجتمع أو العمل التطوعي. في الخطوة التاسعة يرفق الطالب مقطعاً مصوراً يجيب فيه عن هذه الأسئلة، ومن ثم يجيب على الأسئلة في أسفل الصفحة بشكل صحيح. في الخطوة التالية نرفق خطاب التوصية. في الخطوة الحادية عشر نجيب عن هذه الأسئلة، مع العلم أنها غير إجبارية. في الخطوة التالية نجيب عن سؤال كيف تعرفنا على منحة قادة الغد. وفي الخطوة الثالثة عشرة نحمل نموذج تقديم برنامج رواد الغد البيان المالي، ثم نعبئه ونرفقه مجدداً في هذه الخانة. وبعد الانتهاء من إدراج جميع الوثائق المطلوبة نقوم بمراجعتها من هذه الخانة، ومن ثم نقوم بإنهاء التقديم. نرجو التوفيق لجميع المتقدمين في المنحة.